ركز معاك، افتح ايدك افتح ايدك. لسه ما مش احتياطي احتياطي. هنا ده المنظور الافقي والراسي بتاع الشقه اللي احنا فيها. ماشي، دي الشقه يعني؟ دي الشقه. طب احنا فين يا دول؟ في الصاله. ادي الصاله اهو كده اهو، ادي الثلاث اوض وادي الحمام. ماشي، احنا فين؟ انت عايز تشوف نفسك هنا على الخريطة؟ اه يلا يلا، ده انا بشرح لك الخريطة وركز معايا عشان الحوار. يلا ركز معايا. طب البازار فين؟ البازار مش موجود هنا. الشقة فيها بازار؟ لا. يبقى خلاص ما تسألش، تسمع بس. ماشي يا دين. دلوقتي الفار اكيد دارس مخارج ومداخل الشقة كويس قوي يا معلم، وبعدين دخل على الشقة واختار اوضة وكن فيها. يا دول انت من الصبح يا عم على عمال تكلمني على فار وانت اصلا راسم ارنب. الارانب اللي انتوا في بلدكم اللي انتوا بتاكلوها بتبقى شبه ده؟ ايوه دول، انا امي دايما كانت تقول لي انزل المخزن يلا رمزي هات لنا ارنبين علشان نعمل ملوخيه بالانارب. بالانارب؟ ما ممكن تبقى انارب غير الارانب. يا غبي يا غبي، اكيد طبعا بعد ما كنتوا بتاكلوا ملوخيه كانت القطط بتلم عليكم. اه يا دول احنا ما كناش بنلحق ناكل يعني، احنا يا دوبك هناكل كده وان القطط بقى بينونوا ويقوموا هاجمين على الملوخيه ام انارب دي، ياخدوا الانارب ويسيبوا لنا الرز. مش عارف ليه دول، يمكن الرز مثلا بيعمل لهم تخمه ولا حاجه والقطط عامله رجيم ولا عموما الارنب اللي عندكم في البلد شبه الفار اللي عندنا هنا في مصر، فاحنا عايزين نصطاد الفار ده. هنجيب كميه مصايد مرعبه رهيبه ونشتري جبنه ونحط بقى ايه الجبنه جوه المصايد. اتفقنا؟ اتفقنا دول. وبعدين انا هبقى نايم جوه في الاوضه، اول ما المصياده تصطاد انا اقوم عامل لي اشاره على طول. ايوه عارف ادول الاشاره، انا عارف اقوم غمز لك كده. غمز لي كده هي دي الاشاره، وانا نايم جوه وهسمعك. هسمعك ازاي يا غبي؟ اه صح ادول. خلاص ادول انا هصفر لك. لما انت لو صفرت لي ما انا ممكن اصحى. خلاص اغمز لي بس بصوت. دلوقتي يا جماعه انا جماعكم عشان اقول لكم ان في حظر تجوال، ممنوع اي واحده فيكم تخرج من اوضتها لغايه اما نقضي على هذا الفار المنقرض المتوغل في داخل الشقه. يا سلام، طب وقف ده، احنا عايزين نروح الحمام. لا ممنوع، ممنوع اي واحده تخرج من اوضتها يا جماعه. انا مش مسؤول عن اي واحده تخرج وتوصل للصاله، مش مسؤول عن تامينها. وهل فتره الطوارئ سوف تستمر دهرا؟ فتره الطوارئ انا ممكن اقول لكم في الاول ان هي مش هتستمر، لكن الواقع والنتيجه واللي حصل اثبت انها بتستمر عادي جدا. مش مهم، المهم ان احنا نخلص منه. طب وطلباتنا؟ لا لو عايزين اي طلبات هنجيبها منين يا استاذ؟ اي حد عايز اي حاجه انا المسؤول عنها، هديكوا تموين يكفيكوا 3 ايام بحيث ما فيش واحده فيكوا تخرج من اوضتها. هل ممكن ابات عند ام مرفت في الفتره دي؟ نوي يا حماتي، لان ده يبقى اسمه هروب من المعركه. لا ما اسموش هروب، اسمه لجوء سياسي مؤقت، وده برضو مرفوض يا ماما. دولا طب وانا دولا اعمل ايه؟ انت هتفضل مرمي هنا لغايه اما اقول لك اي جديد. ليه يا دولا يا عم؟ ادي الفار لصياده يا دولا، جايب له جبنه يا عم. جايب له جبنه يا ابي؟ هو انت هتصطاده ولا عازمه على الغدا؟ بقول لك ايه، بطلي نفسنا على الفار، عايزه تاكل الجبنه بتاعت الفار ولا ايه؟ يلا يا جماعه كل واحده هتتكل على الله وتخش في مخبأها لغايه اما اقول لكم على الجديده. راح فين يا دولا؟ وايه اللي راح فين؟ هو ما جاش اساسا، انا بهزر. يلا ايه ده؟ فات 6 ساعات ورمزي ما ادانيش الاشاره، ولا يكون الدهاني مثلا وانا ما سمعتش غمزه عينه. انا مستيقظه طوال الساعات اللي فاتت دي كلها وسمعت اصوات المصايد مصياده تلو الاخرى. مصياده تلو الاخرى؟ يعني في اكتر من فار ولا ايه؟ اما اقوم اشوف الغبي ده عمل ايه. ولا رمز؟ ايه دول؟ ايه مسكت الفرع دول؟ الفرع اللي مسكناه اللي انت عامله ده وحطيت لي مصياده في صدرك، الفار بيلعب في عبك ولا ايه يالا؟ اه دول والله ما الفار ما جاشي. ما جاشي؟ امال انت طول الليل اساسا بتعمل ايه؟ ده انا كويس ان انا صحيت لك دلوقتي. فين الفار يا؟ والله ما اكلته دول. ما اكلتش الفار؟ امال ايه الحواسه بتاعت الجبنه اللي حواليك دي؟ كلت كمان الجبن اللي كانت موجوده في المصايد؟ ده انا كنت عامل حساب اللي يفضل منها اعمله سندوتشات لياسمين. ما اكلتش حاجه دول بقى، بطل تظلمني بقى. اظلمك ايه يالا؟ امال الجبنه دي جت منين؟ الفار هو بقى اكلك غصب عنك يعني؟ معلش بقى دول، انا بصراحه جوعت يعني امبارح. ماشي ماشي ماشي، بتاكل الجبنه اللي جوه المصياده. ماشي اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اعمل ماشي، انا هتصرف بقى، احط في الجبنه سم. سم؟
دولا والسم دون يعني هيغير طعم الجبنه؟ لا مش هيغيرها خالص، انا اعمل لك سم كمان بالكاتشب، ويبقى مصائد قوم عند قوم فوائده. يا دولا دول يا دولا انت قاعد كده هون ولا انت على بالك كده هون يا دولا؟ وفي فار غريب في البيت بتاعك وسط الستات بتوعك يا دولا؟ انت ايه خلاص الرجوله بتاعتك ما بتطرقعش عليك؟ ما بص ولا هقوم اطرقعك على وشك. فار ايه يا دي اللي اخاف على الحريم منه يا دول؟ الفار هيبص الحريم، الفار يبص لسندوتشات الحريم، يبص لحته الجبنه محطوطه في المصياده. ها ما دولا، طب انت دلوقتي رحت اتفهمت معاه بالحسنى ما رضيش يفهم؟ يا عم خلاص بقى سيبه في البيت. اسيبه في البيت؟ لا مش عادل سعيد اللي يستسلم، انا بس مجرد ان انا يعني بلم قوتي عشان اعمل خطتي واضرب ضربتي بكل قوتي. ماشي ماشي ماشي. في يلا اعلان ان هو في الجورنال بيقول اقتلوا فرانكو وريحوا بالكو. اقتلوا فرانكو؟ لا يا دولا دي شركة اجرام يا دولا، دلوقتي وهتدخل نفسك في سيم وجين لو البوليس شم خبر. بوليس ايه يلا اللي يشم هو في بوليس للحيوانات يلا يا اهبل؟ امال يا دولا؟ يلا مفيش كلام من ده، يعني انا لو ذبحت فرخه مثلا هاخد فيها اعدام؟ طبعا يا دولا، مش رفعت سلاح في وش فرخه؟ يا دي عبيط يا دي عبيط، لو في بوليس للحيوان كان زماني بلغت عنك انت، كانوا حبسوك بقى ايه في قفص كده زي القرود عشان تبقوا مع بعضيكوا يعني. عموما انا هتصل بالشركه دي واخليهم بقى ايه يجيبوا لي الفار ده، انا عايزهم يجيبوا لي الفار ده حي عشان انتقم منه بنفسي. معاك مندوب شركة تقتل فرانكو رايحوا بالكو، في البداية محتاج منك شوية بيانات. أهلا وسهلا، اتفضل اتفضل حضرتك، ده أنا مستنيك من بدري. بالنسبة للبيانات أنا اسمي عادل سعيد متزوج. لا لا لا، أنا عايز شوية بيانات عن الفار، يعني داخل إمتى؟ عنده كام سنة؟ حضرتك يعني أنا ملحقش أتعرف بيه لأنه بيجري بسرعة جدا. لا الفار ده انطوائي مش اجتماعي. حضرتك طبعا واضح ان انت اجتماعي يعني غير الفار خالص، بدليل انك دخلت وقعدت. اهلا وسهلا، ارجوك خلينا نشوف شغلنا. اتفضل حضرتك اتفضل. ايه ده؟ ايه حضرتك؟ ايه؟ معقول؟ ايه؟ الفار ده ذكي عامل اجهزه تشويش. اجهزه تشويش؟ لحق يخش ويزرع اجهزه تشويش؟ خلينا في الجد، العمليه دي هتكلفك 2000 جنيه، 1000 عربون و1000 لما اسلمك رقبه الفار. ايه؟ 2000 جنيه عشان اطلع فار من البيت؟ حضرتك ده انا اعزل في بيت ما فيهوش فيران ارخص يعني. لا ما انا هدي لك ضمان سنه ان الفار ما يدخلش عندك جوه تاني. يا سلام، وهيخش لي جوه تاني ازاي اذا كنت حضرتك هتكون قتلته؟ بص بقى حضرتك، انا عايز الفار يفضل جوه وانت اطلع بره. اقول كده يا عادل بقى، مش معقول احنا زهقنا خالص خالص خالص، لا عارفين ننزل ولا عارفين نخرج ولا عارفين نتمشى ولا عارفين حتى ننزل من على الكنبه اللي احنا قاعدين فيها، ومش عارفين نعزم الصحابات بتوعنا، وفاتنا نميمات كتير. صحابات ايه اللي انت عايز تعزميهم؟ انا مش عارف جو النادي اللي انت عايشانا فيه ده يا حماتي. احنا دلوقتي بقينا كلنا في الوحل. بيبي انت لازم تاخد موقف حد معاه، لانك اديته كذا فرصه وهو اللي ضيعها. انا اعمل له ايه؟ هو مش مديني فرصه. ماما يا ماما يا ماما، معلش معلش. طب اهو شفته مش مديني فرصه ان انا امسكه. جدك وامك كان يعفق الفار من هنا ويلعب بيه كوره هو واصحابه. يا ماما انا الكوره مش من هواياتي عموما يعني، وبعدين كل واحد ليه مدرسه في اصطياد الفيران، انا مدرستي مش عارف مدرستي، بس ان شاء الله مدرسه جديده وانا افرجكم. ايه رايك يا بابا ان احنا نفرج الفار ده على توم وجيري فيخاف ويجري؟ اوعوا حد يفرج الفار على توم وجيري. اولا توم وجيري، جيري ده هو الفار، وتوم ده لعلمك غلبان جدا، ده الفار هو اللي معذبه، لو احنا فرجناه بقى على توم وجيري هيفتري ومحدش يعرف يخرجه من البيت. طب بصي يا ابي، هو الفار كده كده مع الوقت هيخرج لوحده، لانه يا حرام ولا بيتفسح ولا بيروش. يا سلام، يتفسح ويروش؟ بتتكلمي على ابن خالتك؟ ده فار يا ماما فار. وبعدين الفار ده لعلمك اهله صعايده، لا بيروش ولا بيخرج ولا كلام من ده. بس انتوا بس ايه ساعدوني على ما انا انفذ الخطه، ان شاء الله رمزي هيجي دلوقتي وهنخلص على الفار ده. اوكي. ايوه ايوه، ثانيه واحده. ايوه ايوه. خلاص 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 خلاص، ده انا خبطت في المصياده يعني ما حصلش حاجه الحمد لله. بقى الحرج بالبيت ده بقى. خلاص خلاص ما تقلقوش، انا هحل المشكله وكله هيتحل ان شاء الله دلوقتي حالا، ما تقلقوش.
دولا حبيبي. خش خش، مش وقت دلوقتي عناوين. ايه يا دولا، صوتكوا جايب اخر الشارع يا عم، في ايه الفرع؟ ايه اخباره؟ طمني. انت جاي تطمن على ابن اختك عامل اللي وز موجود يا سيدي عندنا في الشقه، بس احنا خلاص هنتخلص منه. يلا يا رمزي ما تقلقش. راح فين؟ دخل الأوضة؟ ولا رمزي؟ نعمة دولة ولا على الأوضة دي؟ يلا بقى يلا. أنا وشي موجه كده وبقول لك ورايا على الأوضة، رايح فين كده؟ خش دي الأقرب. يلا بقى 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 يلا بقى. أنا آسف يا دولا، أنا آسف يا دولا. آسف بموتنا أنا، هلا بتموتنا أنا. دخل أوضتنا ولا رمزي؟ نعم دولا ولا رمزي؟ نعم دولا. أنا هنا دولا أهو ورايا على أوضتنا. هلا تعال 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 أوضتنا. وبقول لك ورايا. أنا آسف أنا آسف. امشي امشي قدامي. يلا يا عادل يلا يا